ومع دخول العدوان يومه 21 بعد 200 واصلت قوات الاحتلال عدوانها حيث استشهد وأصيب العشرات في مجازر جديدة في مخيم لنصيرات وخان يونس ورفح ومخيم جبالية. نعم، وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35,000 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وكأن حرب الإبادة الإسرائيلية تبدأ من جديد بإطلاق العنان لصواريخ الاحتلال لتنهال على المدنيين الأبرياء، فمخيم النصيرات وسط قطاع غزة شهد مجزرة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى عندما انهالت صواريخ الاحتلال دون سابق إنذار على بناية حاول عشرات النازحين الاحتماء بها ونزحوا إليها لتكون محطتهم الأخيرة وسط استمرار المجازر والجرائم الإسرائيلية بحق عشرات آلاف النازحين. نايمين وقاعدين وللنا ولا علينا الساعة 11:30 اللي ما شفنا غير أول خطة هنا اللي نقدم في مين الخطة الثانية لقينا حالنا إيش تحت على الأرض وأول وكيلة ما شفنا أن الناس بتجري وبتطلع. الزم لأطفالنا، الزم أطفالنا اللي فيها مريض اللي فيها عيان اللي فيه كل اللي شهيد اللي إيش ضال اللي جريح. احنا بدنا هدنة، وقف اطلاق نار كامل. ووسط ذلك واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مراكز الإيواء ومناطق مأهولة مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 221، حيث وسع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على مناطق متفرقة بالقطاع، وتركزت الهجمات مخيم جباليا حيث يواصل جيش الاحتلال محاولة التوغل إلى عمق المخيم، فيما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل المربعات السكنية ومنازل المدنيين في المخيم الأكبر في القطاع والأكثر اكتظاظا بالسكان والأبنية. واضح تماما بأنه بنيامين نتنياهو هناك خطة يريدها ويريد الوصول إليها، عنوانها إرضاء اليمين المتطرف داخل إسرائيل، وبالتالي سموتريتش وبن غفير هما العناوين الأساسية بأن يذهب بنيامين نتنياهو بكل هذا أو بكل هذه الجرأة إلى رفح، وبالتالي هو لا يعني تعيقه لا دماء ولا نازحين ولا تعيقه أي عوائق إنسانية أو غير إنسانية، ما يريد هو إثبات الذات. وتخوض فصائل المقاومة معارك مع قوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، وخاصة في الجزء الشرقي من مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي القطاع، بينما تشهد المناطق الشرقية من رفح اشتباكات خلال تصدي المقاومة للقوات التي تحاول توسيع التوغل البري. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل في شهره الثامن على التوالي، حرب همجية وشرسة ومسعورة تستهدف المدنيين الأبرياء بلا رحمة، كل ذلك يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الإبادة الجماعية في القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، قطاع غزة، فلسطين.